تحديات خارجية جرة أوه تجهيل الأمة أمم كسادو قبيس سلو قميستو وين أقوان ترلقو هيا أمم كسلو قميستو وين لتجويعية هذا ماذا حيرتها كان وين لقاتشيسية أنا قبطين دقالة الودن كان لقو سورغي وحمال لقو سورغي أمم كسلو قميستو وين لبتشيا وإلا بقى قليا دا سيالي ويدان برسك الله إذن كتشرية وحمال إذن كتشرية وكل إذن كيب مايو وقال إذن عقبتين يا دول المارقة بكو بيرسة دولة دها شيطان كاها رقبا قانون كاي حوق كاي وحاول بستيو كتلق لينا هيا سيق الربان إني وحصوران لكن أنا أقول ربانا حرى هذا مين لقو حروبنا عقل قوفي عن مركب كوات علاش أنا كحرو دين العقل يكحرو دوا كرو، بكرة عقل يكحرو دوا ده علاش أنا كحرو بكرتها، حنوبه هني مركا، تحديات كخارجية أما تشالنجز كده بدك كي مني أنا كحرو إنه، تشالنجز كده بدك كي مني يواجه هره، دول بواح قميسين شروح عقوق قبسين شري، إمك يدبون، وسيد القرآن تضع هذا وصعدا. ولكن هناك dad nimadeedii ba burburtay baqaalaheedii ba burburay wax kasto ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabada ka ahana way ka soo dhex tooseen inta la inaga dhex toosay ee dawlad tahta dhilli ba talisa dawladda hooska waxay yiraahdaan halgeeba wasaaradaha noo dhame NGO ya hoosta kaga naban iyagu masruufa بلشدة نوردن مع تجارتنا مع وحي نوردن بلايك على هوستك غمضا وردك على أهمكو هقامية وحين نقول ناي داد كيناد الله هيا كيناد صمت غانين أو كدي حد جمرك اللوغو حدا كيناد الحدا الله فرر حدا والله وضعون دو مدى حيارك يتينا فرر حدا اللوغو ترى مع فرر حدا كيناد حدا بلشدة دادك وغبا داني بدلي كرانا وقويان هدو قويان كوي هاي ميت قنديلك توش كميدو سيدا ومدى هدو نغضة قويان كوى قف دكا او افنايا شيت كي مري لهاي قويان كوى ميت دكا او الى لنايا كل جركودا وحي سن يدقا يدين اليين الى لنايا او كا الى لنايا ان اتكالي صوغا شو أقوينها كوا ميت إسكودية ومد وحى حنا أيها الستم الدمينية هذي قبيلتي هذي مخدرات هاي هذي لقن حمكلة هاي هذي أمانة درت هاي وحلالي وحب الشدة إن هرمرتو كرو الرقاصة وديدية وقفك كهوفي لها معناه لو حويا وين ساقو مركان غدا قف نظيف إلهي محو يري ضدك ما سماها فريسان إذن كنا محي سماين ميسان محال لقو قبا قبي أفلا تعقلون من كم يدن استعمال با إلهي لي أقونت وين يوح بدل سميسا أقونت وين أنا نقنن إن مال دركسن لي نجهبه حنو بهنين حرونه حر نمضو ما هب قعد بلو بنان وضح فرد دولة حر بان ودولة بلايا ما لايدها ما هتا حر نمضو حر نمضو هنا العقل كاكو حرية هاي نولوش يا واحد ادوغ الربطين الثمين كرايسو وحان داني كو وشرين انا تكتاكي كرتو ولو عندك لا يبو في نيسو صو اخر نيسو
waxaan ku soo koobayaa marka aqoonyahannimo waan isku dayay inaan ku ag warwareego, bal waxa ay sheegaysa wax ka mid ah inaan tilmaamo waa ka aynu leenahay inuu tooj sido dadka uu ifinaya. Toojka wuxuun baana sidi karaa qof garaadkiisa caqliyeedna uu xor yahay, kayd aqoomeedna leh, waxa uu sheegayaana ay ka runto noloshiisa ka muuqato. Inta haddaa heshaan adduunkanna magacba kaga tegaysaan iyo maamuus, aakhirana waa liibaanaysaan. Waana inta ay ambiyadu qaban jirtay iyo dadkii hormoodka u noqday umamkooda dhammaantood, dadkii umamkooda hormoodka u noqday aqoonyahanka u ahaa waa waxay sameeyeen. Innaga waxaa ina baylihiyey dadkaynu aqoonyahankaynu daba soconay, aqoonyahankeenni meel cidlaabu ina dhiga ka Soomaali ahaan waxa ina qaybiyey, ina burburiyey, xadka ina gaadhsiiyey waa aqoonyahankeenni. Waayo aqoontu sidaan noqonin tii iftiinka ahayd ee bulshada ifinaysa, aqoon ku xoogsiiye un bay noqotay ka ugu fiican, isagu ku xoogsada oo wax ku kororsada. Laakiin dadka iyo bulshada iyo dadka aan midnaba waxtaru lahayn, aqoon xorriyad leh oo horumar keeni karta oo Rabbigeedna rumaysan aakhiradeedana ka fakaraysa adduunkeedana dhisaysa ayaynu u baahannay. صلى الله عليه وعلى نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.